السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كثيرة خايفة من شات جي بي تي أو خايفة من الفكرة نفسها، لكن في ناس استغلت بشكل كويس جدا وكسبت منه فلوس حلوة جدا. في ناس مثلا خلت له يكتب لها مقالات، يكتب لها مثلا كلمات هو يبدأ إن هو يلحنها ويعمل لها فيديوهات على اليوتيوب. في ناس مثلا محتاج حاجة في البرمجة فخلاه يبرمجها له. في ناس بدأ إن هو كان بيعمل خدمات على موقع مثلا زي خمسات أو موقع فريلانسر أو الموقع ديت، بياخد المهمة وبدل ما كان بيقعد فيها مثلا يوم كامل بقى خلاص بيديها للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي يعملها له بشكل سريع. فبينما احنا قاعدين بنلطم، في ناس عمالة تحقق أرباح. في ناس بدأ يعمل موقع ويربطه بالشات جي بي تي بحيث الناس تبدأ تدخل وتبدأ انها تتعامل مع الموقع دوت. مش بس شات جي بي تي، في مثلا ميدجورني ان هو يكون صور، بيعمل هو صور بشكل حلو قوي ويبدأ ان هو يبيعها سواء NFT او يبيعها في اي مواقع. واحد بيعمل الموقع بتاعه ويخلي الشات جي بي تي هو اللي يرد على العملاء. انا ساعات مثلا بكون محتاج اكتب مثلا حاجة بستعين بيه، في اكواد ببقى محتاج ان انا اقعد اكتب فيها، فبدل ما تاخد مني وقت بقول له اكتب لي كود. تمام، يعني اي فكره مثلا انت تفكر في فكره، تفكر في موضوع، طب خلينا نساله كيف تربح من الشات جي بي تي. تمام، او من الذكاء الصناعي عموما. يعني هو يبدا يقول لك افكار وانت بتبدا تختار الفكره اللي انت عايزها وتبدا ان انت تشتغل بيها. والان الجاي ان شاء الله هنزل فيديوهات لامثله الناس فعلا عملت الموضوع دوت، كسبت المواقع بتاعتهم اشتهرت وبدا ناس كتير تدخل فيها، فدي ممكن تشجع الناس. فخليكم معانا في القناه ان شاء الله ونبدا نشوف. انت ممكن مثلا عندك فكره معينه بس لسه هتجيب حد مبرمج، هتجيب حد كذا، ممكن في قصه في دماغك فتقول له اكتب لي تفاصيل القصه دي. ممكن تقول له انا عايز ميدجورني يعمل لي صور للقصه دي، وفعلا في قصص بدات تنزل وبدات بيست سيلر، يعني افضل كتب بتتباع على الامازون مكتوبه بالذكاء الصناعي. وهنشوف في الايام الجايه برضه نعمل فيديو على كتاب كده وقع معايا بالصدفه في اخطاء، لان هو اللي خده كوبي بيست عمله بالشات جي بي تي بدون ما يراجع. تمام، فلازم انت تراجع وتحط الذكاء الطبيعي مع الذكاء الاصطناعي، تضربهم في الخلاط يطلع لك حاجه كويسه ان شاء الله. هو بيقول لك ان انت ممكن تستعين فيه ان هو يطور الذكاء، يعني انا شفت ناس مش مبرمجين لكن قال له اعمل لي برنامج، قال له خد الكود ده حطه في المكان الفلاني اشتغل بيه. يعني في ناس بتعمل تولز بيشتغل جوه المتصفح بحيث ان هو يساعدك. التداول الالي عمل حركه كبيره جدا وتحليل ضخم البيانات، لدرجه ان في بنوك او في بورصه، بورصات في معرفش جامعة بورصة ايه، بورسز في امريكا وفي دول تانية منعت استخدام شات جي بي تي لان هو ممكن يستنتج بشكل قوي. وهكذا انت ممكن، انا على نفسي بستخدمه في ان سهل على نفس الشغل. ممكن مثلا هرفع فيديو فمحتاج ان انا اكتب وصف للكلام، فبدل ما اقعد اكتب لا بقول له اكتب لي انت الكلام ده، انا بحب الكسل يعني. تمام، فانت ممكن تقول له طب اديني افكار، طب اديني افكار. تمام، وبتكتب كلمات غلط هو يصلحها لك لوحده، يعني ما تقلقش. فبيقول لك ان انت ممكن تعمل موقع الكتروني، ولما عدد اللي بيدخله كتير تقدر ان انت تكتب محتوى من خلاله. يعني مثلا ممكن تقول له اعمل لي موضوع مثلا عن لاعب كرة مشهور مثلا رونالدو او وصف الايفون، فيبدأ